السلام عليكم، أنا ميلودي، إن شاء الله تكونون بخير. رجعت لكم بفيديو جديد، وراح أقول لكم بالبداية توضيح للحدث، بما أنه قريت تعليقات الفيديو السابق وأكو ناس تقول إيش وقت ينزل الحدث وناس تقول الحدث ليش مو عندي. أنا وضحت، بس راح أرجع أوضح بشكل أوضح. هذا الحدث موجود فقط للدول الأوروبية، بمعنى حتى لو تفتح VPN على دولة أوروبية الحدث ما يطلع عندك، والسبب أنه لازم نشأة حسابك بدولة أوروبية وانت الحساب مالتك منشئ بدولة عربية. وأنا شرحت الحدث لأن أكو ناس ساكنين بدول أوروبا تقريبا أكثر من 10,000 واحد، ومن أصدقائي قالوا لي ليش ما تنشر على هذا الحدث وتقول لنا شلون نضيف أصدقاء، لذلك نزلت الحدث. بالنسبة للدول العربية أنا منزل فيديوهات سابقة تقدر ترجع وتشوفها حتى تستفاد وتربح جواهرها وهيجي أهداف. أما بالنسبة لهذا الحدث فهو حصري للدول الأوروبية، وراح أسوي giveaway على 4 سكنات، بس يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات تريدون على ستارلايت لو تريدون على سكن إبك من اختيار الفائز. اكتب لي رأيك بالتعليقات حتى انزل بالفيديو الجاي يكون عليه giveaway على حسب اختياركم وحسب اختيار الاغلبية. وبما انه سكن مارتس حصل ريفامب وتطور السكن وصار بشكل احلى، فحبيت اسوي لكم جيم بلاي حتى استعرض لكم الشكل الخاص بمارتس، وراح تشوفون الافكتات الجديدة والحركات الخاصة بالهيرو. اتمنى يعجبكم الجيم بلاي، في امان الله. Kindness doesn't save the world. Power does. Legendary! Victory!